ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده انا مبسوط ومريم مبسوطه وكل الناس مبسوطه جدا، علشان احنا اول حاجه وزعنا الاولاد، خليناهم مش حد حوالينا يا جماعه، احنا لوحدينا وناكل فشار وناكل. وبص هنفسحكم معانا. أيوة. بس النهارده ايه المناسبه؟ النهارده ان هو عيد جوازنا كام يا مريم؟ السادس. ياه عيد جوازنا السادس ازاي؟ معرفش انت حصل مش عارف ايه، هو احنا عجزنا ولا كبرنا مش عارف. انت يا بابا اتكلم عن نفسك. أيوة انا منتهى الانوثه، انا قلت شعري شام علشان ما نطولش عليكم، حابين ندخل عليكم ونعمل تقضوا اليوم معانا. بس اعملوا لايك للفيديو ده، ولو قولولنا معلش لحظه عشان اكيد هيسالوا العيال فين. وديتهم لجارتي حبيبتي، خليكي ليا يا رب. ان شاء الله يخليكي يا رب. ايوه ان شاء الله. خدتهم النهارده، فالحمد لله احنا هنخرج. انا مش مصدقه نفسي اصلا. وقبل ما نخرج عايزين بقى في الكومنتات يعني تشجعونا كده، وقولولنا بقى كل سنه وانتم طيبين، وايه اخبار الجواز معاكم. وانا يعني كومنتات كده، كتروا كومنتات كتير بقى بالمناسبه. اللي يعمل كومنت يعمل 2 3 4 فرحونا، عشان احنا النهارده فرحانين. وعشان ما نطولش عليكم يلا بينا. يلا بصوا، احنا اول حاجه هنعملها ان احنا طبعا هناكل لان احنا جعانين، بس هندخل اول نحجز السينما. مش عارفه بصراحه نفسي اتفرج على فيلم هنيدي. كارتي قالت لي قلت لها حاجه كتير، فبقول له كده بالله هنخش نشوف اي فيلم تاني. فعامه يعني هنحجز في السينما ونخش ناكل عشان احنا جعانين جدا. مش مصدقه ان انا هاكل في هدوء من غير العيال. تفتكري احنا ما بقيناش ناكل؟ مش مصدقه. الحمد لله على نعمه عيالنا. الحمد لله. بس هو فعلا الواحد ما بقاش يعرف ياكل. اكيد انتوا في ناس بتتفرج علينا عارفه التفاصيل، بس عايزين تقولوا، عايزينكم تقولوا لنا في الكومنتات ايه كان ايه احسن فيلم ممكن كنا ندخله عشان لسه مش عارفين. احنا هنختار ايه؟ تتوقعها بقالنا قد ايه ونخش السينما؟ سنين طويله. من ساعه ما الصوت ولدت تقريبا دخلنا مره وخرجتنا في نص الفيلم، اتعقدنا بالظبط. يلا بينا. ما دخلناش. يلا بينا. يلا. ها يا مريم هتختاري ايه؟ اختار هنيدي برضو. برضو انا عايزه اضحك، انا جايه اضحك بصراحه. ماشي يلا بينا. دي الافلام اللي اي حاجه انت عايزاها النهارده هتتحقق. حبه اي حاجه النهارده بس. اهو اليوم بيبتدي اهو. انا ماليش دعوه، انا قلت لك انزلي بدري شويه. فيلم هنيدي 10:30 ودلوقتي لسه الساعه ما جاتش، الساعه كانت 5. الساعه 5 نو واي نقعد لحد الساعه 10:30. دخلنا فينو فيلم للاسف. للاسف اللي هو يعني داخلينه كده. عشان مش عايزه ادخل عربي بصراحه، يعني كنت عايزه هنيدي عشان اضحك بس. هو عموما ظبطش. يلا مش مشكله، مش مشكله يعني. المهم ذاكر معانا. مش مصدق، انا مش مصدق، انا حاسس انا بحلم اقسم بالله. داخلين سينما. انا حاسس داخلين سينما بعد سنين. احساسك ايه؟ مبسوطه جدا جدا. انا مبسوط وكليه مفتوحه. انا حاسس والله ان انا بحلم يا جماعه. ومريم بصي يعني خلاص جبنا الفشار ورجعنا ذكرياتنا. يا على الفيديو الجميل ده، يا على اللقطه، يا على اللحظه. طب هون يا جماعه، يا رب يا رب ندخل بالكاميرا جوه. ربنا يستر. يا قعدنا على السينما اخيرا يا جماعه. والله احنا دخلنا السينما ساعتين بالظبط وهنرجع لكم تاني. بص الاجواء الجميله دي. كنت نفسي ادخل مريم الفيلم اللي هي عايزاه، بس مش مشكله. كنت عايزه اضحك. يلا يلا بينا. مش مشكله، المهم احنا في السينما. وادي خلصنا الفيلم. بالمناسبه الفيلم طلع حلو قوي. طلع حلو. مريم ما كانتش مقتنعه ان الفيلم يطلع حلو. ايوه. الفيلم طلع حلو واليوم ماشي الحمد لله كويس. وكل حاجة. حابة تقولي ايه في المناسبة؟ حابة اقول وليد عايز يدخلنا نلعب ونتنطط وكده، بس ولا صحتي ولا رياضتي صحيح. يلا احنا اليوم ده مش على حاجة كلها، على هدية. ايوه. الهدية. انت واخد بالك معايا؟ انت مش واخد بالي. مش واخد بالي، انا حابب بس اقول للناس ربنا يخليكي. ومش عارف انا من غيرك كنت هعمل ايه. ايوه. بعدين بقى وحاجات كتير بقى. طيب يا حبيبي كل سنه وانت طيب. والله ماشي عشان ما نطولش عليكم. يلا بينا. يلا يا ولد. ايه رايك؟ جبنا العيال دول. يعني يلا مش قادرين ننساه، مش عارفين نفكنا منه، مفيش فايده. ايه رايك؟ حلو. هات هات. انت اللي هتجيبه لي؟ لا لا مريم داخله تقيس السويت شيرت الجامد جدا ده. ايه اللي حصل يا مريم؟ اللون ده عليا. ايه رايكم؟ بصوا بيتمشى موبره. يعني مش عارفه ايه اللي خلاني البس الفيوت عشان اطلع. عشان انا قلت لك مش حلو. عشان طريقتك مش سالكه. معنا ده غاده، ده غاده.
عن الشلفطة اللي انا فيها. هناكل دلوقتي من غير بس يا بنت كل يا واد. هناكل كده بس يلا بينا بقى ناكل في احسن حته احنا بناكل فيها، بس ما كناش بنروح علشان بس يا واد وبس يا بنت. ايوه يلا بينا ويا رب نلاقي اماكن فيها. ولا انت عايزه صورة؟ ولا انت عايز ايه؟ ده شكلنا حلو. امورات دلوقتي في تسويان صودا، مش لاقيين مكان بره سي فيو. فقاعدين بقى جوه، مش مشكلة يلا. اول بس ونطلب الاكل، مش عارفة اليوم مش عايز يظبط من غير العيال، احنا نجيبهم بقى. احنا نجيبهم طالما كده كده بقى. هو انت مالك قطعاني؟ هو احنا نجيبهم فعلا عشان مفيش اماكن خالص. المشكلة اللي احنا بقى ايه يعني عيد جوازنا 15/10 اللي هو بكرة. ال 15/10 تمام. المشكلة اللي هو وافق يوم ايه؟ يوم جمعة. واحنا للأسف خرجنا في مول، والنهاردة يوم خميس ويك اند. ايه المأساويات دي؟ كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة. استني لودينج معيش بوك. انت جمالك يا عيش. عمالي عمالي صوريني وانا بقول لك تاكلي ايه، وهو اساسا يا عيني يا حرام. استغفر عليا لودينج. احنا هنفضل هنا في اللودينج ده؟ يلا يا عم اللودينج. انا عايزه عيالي. لا والله سيبني وماسك الموبايل في عيد جوازنا. انت في اللي احنا نقفل الموبايلات بس ده شغلي معلش. خلص شغلي معلش. يا جماعه استنى بقى يا جماعه، اليوم ده مش عايز يكمل. مش بصوا جاب له الاكل بتاعه ايه في، وهو ما شاء الله عليه هياكل، وطبق السلطه والكبده اللي احنا طالبينها الدكتور رمان دي بنحبها. هي جايه ولا مش جايه؟ انا مش شايف، مش هقرب ولا حاجه. ما جابش المكرونه بتاعت الوايت صوص. جميله وسبايسي كده حلوه قوي. جميله وسبايسي. سبايسي جدا. ايوه سبايسي. مش مشكله على فكره، عادي. حلو جبنه كده سايحه كده جواها. بعد بتاعت ستة الله يرحمها ام حسن صعب الصلصه القصير. انا هاكل. احنا جينا حققنا امنيتنا يا جماعه، وجينا قعدنا ايه على البحر. مسميين الحته دي نركب يعني البحر كده. بص مريم كده نفسيتها اتفتحت، نفسيتك اتفتحت يعني كده. اليوم بيحلو. بص المكرونه بتاعتها جت، وانا المكرونه بتاعتي جت، والكبده اهي عشان ما جبنلكمش الاكل من قريب، والسلطه اهي، ومريم هتاكل. اتفضلوا معانا، اتفضلوا معانا. هناكل بقى كده سريعا سريعا ونرجع لكم تاني. واضح ان العيب ما طلعش في العيال للاسف. احنا خدنا الاكل تيك اواي، عاملين الواد عايزين نقعد على البحر، عايزين نقعد على البحر. الواد بص لنا، انتوا لحقتوا تمشوا؟ احنا ما كملناش 10 دقايق. كملناش، طلع العيب مش ولا في سليم. قعدنا ناكل في الفشار والله في السينما، قعدنا ناكل في سناكس وناكل في الفشار ومش عارف ايه لحد ما مشبع. قعدت تقول لي مريم هنشبع، يا مريم هنشبع. تقول لي يا عم خد بس كل فيلم بقى. قعدنا مندمجين مع الفيلم. يعني يا جماعه احنا حبينا نقول لكم ان طلع العيب مش في العيال، لا في مريم وفيا. احنا طلعنا ظالمينهم. لا العيب فيك انت لوحدك. اتكلم عن نفسك. ليه بقى؟ اتكلم عن نفسك. وهدومها باظت، عماله تقول لي يلا نروح وعايزه تختفي. لا تعالى اشتري. طب ما تقول اشتري لك يا روحي. طب يا جماعه طب يلا تعالي تعالى اشتري هديتك. هديتك ماشي واقفه. يلا بينا. نفسي مريم تلاقي حاجه هديه، بس الحمد لله هي مش لاقيه. وده استني عشان اشتريت لزوزو حاجه، وري لهم اللي احنا اشتريناه لزوزو. الصندل الكيوت ده عاملين نشتري العيال ما شاء الله علينا. احنا فشل على فكره في الخروج. طلع العيب مش فينا.
مريم عماله تلف فوق وتحت وشمال ويمين. في الاخر برضه جبت الفيروز هاج. عيد سعرهم حلو وهي بتحب البيزك اصلا. خلاص يا مريم انت لفيتي المحل فوق وتحت. وها كانت فعلتها مريم واشتريت اشتريت اي حاجه وخلاص عشان نميره يرتاح. اي تذكار لليوم اشتريت. طيب عايز اقول لكم يا جماعه بتشتري البالت ديت البنت قلبت عليها ولا ميت في الضحك. شمال ويمين انت والله اللي عمال تدعي ان انا ما جبتش. ليه يعني؟ صدحت ازاي؟ اهي مش عايز تفتح تضرب في وشي. دي تحفه. ماشي طبعا انت ما تفهمش في الكلام البنات فاهمين. المهم انك انت هديتي وبطيتي. هديتي وبطيتي. ميرسي. ايه رايك؟ عجبوكي؟ كلها بقى معزوز. اه طبعا برضو يعني برضو بتفكرينا برضو مش قادرين ننساهم. كلها مع بنتي دانوي. خلصنا اليوم. خلصنا اليوم الجميل ده. اليوم خلص بسرعه واصحابنا اللي احنا سايبين عيالنا عندهم صحابنا وجيراننا ربنا يرزقهم. شكرا يا حسن. شكرا يا زيزي. شكرا ليكم يا جماعه يعني احنا خرجنا. انتوا من غيركم ما كناش عرفنا نقضي اليوم الحلو ده. احنا بقالنا كتير قوي ما عملناش خروجه حلوه كده ولا دخلنا سينما ولا قعدنا ناكل كده ولا تفاصيل دي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. احنا حبينا نشارككم معانا الفيديو علشان انتوا مننا يعني زي ما بتقول. ما تقول حاجه يا مريم. شفت اصحابنا وحبايبنا اتمنوا لنا بقى امنيه حلوه قولها لنا في كومنت. قولها لنا في كومنت ودعوه حلوه قولها لنا برده في كومنت عشان احنا يعني نقضي معاكم ان شاء الله ايام كده حلوه ثانيه جايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومحدش ينسى اللايك. ايوه اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس وابعتوا لنا كومنتات كتير بقى يا جماعه كده ودعوه. عايزين اهم حاجه دعوه. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي. Bye.